بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي. إشكالية المرأة هي من الإشكاليات المعقدة التي تناولتها المنظومات المعرفية والتشريعات المتنوعة. الإسلام بدوره يهتم بهذه الإشكالية باعتبار أن المرأة في المجتمعات المسلمة ينظر إليها على أنها اللبنة الأساس في صلاح هذه المجتمعات أو فسادها. نعم، لا تتفاجئي أيتها العزيزة في أنك أنت اللبنة، لذلك عليك أن تهتمي بدائرتين، دائرتك الشخصية ودائرة العالم الذي أنت تعيشين فيه. الإسلام حينما يهتم بهذه الإشكالية ليقدم الحلول، وحتى يقول أنا نظرتي للمرأة 1، 2، 3، أما أنه لا يطرح الإشكاليات من دون حل، كما أنه لا يطرح الحلول المؤقتة وإنما يطرح تلك الحلول القابلة للتطبيق في كل زمان ومكان، لأنه يهتم بالقاعدة ويهتم بالقيمة ويهتم بالإطار العام، والتفاصيل والتمظهرات المتنوعة منسجمة مع كل زمان ومكان. لذلك النص الديني بطبيعته يستجيب للمتغيرات، لأنه يركز على القيمة والمبدأ ويجعل التفاصيل تتحرك في حياة الناس باختلاف أعرافهم وعلاقاتهم. التفتوا إلى هذه القاعدة لأنها مهمة جدا في كيفية نظرنا لحل هذه الإشكاليات المتعددة. حياكم الله.